السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غادي نناقش معكم التصباط هذا ديال الترسان. إذا بغينا ندوزو به الترسان، جيتو عند السكاك حفرتو هنايا بالمنشار الحديد على هذا الشكل هذا، ما قصدتش الثقب، وشديت هذا وقول له يحك لك باش ملي ندوز هذا ما يتشنتفش، ملي ندوز هذا ما يتقطعش. شوفوا وشوف دابا هو كيتشد ليا، هو مشد شفتو، هذا هو الهدف ديالي، ما كيزقلش على هذا الشكل. ولكن ضروري شري منشار ب 50 ريال ولا 100 ريال ودوري بحال هكا وحكيه صافي تساليت. دابا راه مشيت ديتو عند السكاك ودوزو ليا بالمنشار، وقال لي اخويا عز راه ما فيهش اللي يحكوا لك بسميتو ولا بالزيرو، طاغيت ديال الحرش الزيرو. يلا ها نتوما حكيت هذا، وراه دابا العيد الكبير غادي تلقاو هادو، نقول له عافاك حك ليا بحال هكدا وغادي يحك ليك. ها هو شتي الساقيه، دابا حنا غادي نصوبوا هاد الساقيه هادي، ولكن غادي نناقشوا السنان. السنان عندنا جوج لي كارت فيزيت، ها هما لي كارت فيزيت على هاد الشكل هذا. هاد العرض هذا اللي كاين هنايا هو اللي غادي يكون هنايا، اللي غادي يكون في هاد البلاصه هادي. ها هو العرض ديال جوج لي كارت فيزيت هو اللي غادي يريق السنان. منين غادي يريق؟ شوفوا الزيت شويه نقيه وشويه. اذا من هذا الفيس هذا كنحلو وكنهبطو ونطلعو. الطريقه راه وريتها لكم في صيانه الاله، ماكينه صناعيه على هذا الشكل هذا. كنحل هذا الفيس هذا وكنقل هذا. دابا بالنسبه لنا الترسان، والترسان خصنا يكونوا سنان رقاق ماشي الغلاط ديال الماكينه ملي كنشريوها جديده. اذا غادي نرجعو شوفوا الارتفاع ديال هادو على هذا الشكل هادو، الارتفاع ديال هذا على هذا الشكل هذا، على جوج لي كارت فيزيت، جوج لي كارت فيزيت على هذا الشكل. هذا البيسور، هذا العرض هذا هو اللي بغيت، هذا العرض الاخوي. شوف ونحط على هذا الشكل هذا. اذا منين غادي نحيد السلسله، منين غادي نهبط الصباط، منين نهبط السناسل وداكشي، راه وريتكم داك الفيس راه طايب عند الخياطه وعندكم كلشي. وديما الاخوان الخياطه ديال الترسان والسفيفه كيشرحوا لنا بهذه الطريقه هذه. اذا ثانيا غادي نشد الصباط ديالي اللي حكيت اللي هو هذا، وبرتو كدا تيولي ليا زويون ما كيجرحش ملس. معايا أمينة تمازيغ تكسلم عليكم. إذا اللي هو ملس هنايا غادي نوضعو على هاد الشكل هذا، ها هو على هاد الشكل، وندير هكدا. ورغم أنني زيرت هاد الفيس هذا لأنه في لي ماشين كلهم، كنزيد نزيرو بهاد الطريقة هادي، ما عنديش الثقة لأن غادي نخدم كنفنفن الطيارة. إذا قلت لكم هذا إلا بغيتو تضيفو راه دايرين واحد الساقية هنا، وكدور تدور سكوتش وكدوز الترسان من هنايا. طيب انا نشد ليك عينينا و نتي دوري، غير نوريهم هي الطريقه، هي الطريقه. لحقاش مازال غادي نحل هذا الباب هذا، ودوري على هذا الشكل هذا. دوري ما غاديش نديرو، غادي تشدي وتدوري على هذه الطريقه هذه. واخا غادي نحلو دابا هذا الفيس هذا، ولكن لاسباب غادي نحاول ما امكن نزومي لكم هنايا باش تشوفوا لي برا فين كضرب. خصها تضرب في الجن، خصها تضرب في الجن. اذا ماذا سوف نفعل؟ غادي نحلو هذا، غادي نحلو هذا بين هذا، غادي نحلو هذا. لاحظوا معايا ها هو غادي نحلو. شوفوا على فيس ديالو هنا لحقاش كنحلوه ديما، كنهضر معاه هنايا على هاد المسائل هادي. وهاد الماكينه هادي راه واعره زوكي، راه يعني خرجت الماركه ديالها ولكن طلعت في الثمن. اذا ها هو على هاد الشكل هذا. غادي نجي باش هاد ليبر هادي تميل ليا لهنا وتميل ليا لهنا. اذا اشنو المعمول؟ غادي نحط دابا راه هبط الصباط، هبط الصباط. اشنو هبط؟ عطيني ديك القوة، هبط الصباط على هاد الشكل هذا. شكرا. انا هبط الصباط، هبط الصباط، هبطوا. شوفوا البنات هبطوا، الا كنتي طالعه راه غادي تحيد لك الكروشي، راه ماشي كندير هبه زعما يعني تنقول لك حليو سميتو. انا اشنو كان كيوقع ليا عودي بالله من قلت هنايا، تنكون طالع الصباط وكنحل من هنا وكيدير بط وكنصدق في مشاكل كبيره وما كنعرفش وما كنلقاش تكون نسول. غادي تهبطي الصباط بحال هكذا
وغادي تحلي هذا الفيس الوسطاني بهذا الشكل هذا هو دار الطق، ونعوج الصباط ديالي الحجم اللي بغيت باش يبقى يضرب ليا جانبا في الترسان، ضرب ليا جانبا في الترسان، نعتبروا هذا الترسان يضرب ليا هنا هنا باش ملي كيتقلب هكذا كتجيني بحال الخدمة ديال اليد المفينيه رائعه. غادي نشد ونزير بهذا الشكل هذا، غادي نشوف الصباط ديالي في الهزه ديالو، اذا مزيان، اذا مزيان في الهزه ديالو، ما كانش مهزوز وتفيكس عليا. غادي ندير هكذا، شوفوا البنات، وغادي نحاول ما امكن نهبط هاد لا بياس هنايا، هادي واقيلا ما فراسكمش، اذا وغادي نهبط هاد البياسه هادي، لو وقع لك اي مشكل هبطي هادي، ضربي هاد لا بياس هادي غير بيديك ديري ليها هكذا وغادي تهبط وغادي تكون داكشي زويون. يلا ما نزيرش بزاف، صافي انا ضربتها جانبا، غادي نشد لا بياس ديالي، غادي نشد هاد لا بياس ونرد هادشي اللي هنايا. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. في واحد اللحظة شرحت لكم بان هنا كاين الفيس كيبان، شتوه راه شتوه، كنحل من هنا ونعوج كيف بغيت، لان الا حليت هاد البياس كيمشي ليا الجوان ديال هنايا. مازال غادي نرجع لهذا الموضوع. وفي صيانة الآلة واحد العام راه شرحت لكم في صيانة الآلة واش 2017 ولا هاد الجوان هذا، اذا هنايا كنسد بهاد الكوجونه هاد الشكل هذا. نجربوا دابا الترسان، ملي قلت لكم بان السنان خصهم يكونوا في هاد النيفو ديال جوج لي كارت فيزيت على هاد الشكل هذا، نشوف واشنو غادي نديروا بهاد الساقية هادي ونشوف. يمكن لك تدخلي بهذه الطريقه هذه، صافي ها هو شتو كيجبد بوحدو، شتو بوحدو، غير انا مازال في تندير هذه الخدمه هذه، كنشد الترسان بهذه الطريقه هذه باش تيكون مطوندي. اذا ها الخدمه شتو ديال الترسان، خدمة المعلم شتو كيديرها هذا بوحدو، حتى اللي ما عمرها خيطات غادي تخيط بحال هكدا، انا متيقن. اذا غادي تشري الصباط وديري له ديك الساقية وحكيه مزيان وتعلمي هنايا، يكون حداك شي واحد كيفهم شوية ولا شي حاجة، ما تغامريش ودير هاد الطريقة، وسينو حلي غير هذا وعوجي. اوكي سي بون، هاهو على هاد الشكل هذا. اذا سنان راهو مرقق البنات، سنان راهو مرقق، إذا ها هو الترسان. شوفو حاولو تدخلوه الوسط البنات المبتدئات، هانتوما شوف كيما بغيتي خيطي، هانتي شوفي هما كاين لا تكامش لا والو، ملي كيكون سنان عندك رقاق وزويونين ومتيولين انت تشوفي حتى الغرزه لداخل هاهي متيوله، شتوها. إذا هانتوما كيفاش عندنا هذا الشكل هذا. اذا غادي نكتفي بهذا القدر هذا، الى اللقاء في درس قادم ان شاء الله او معلومه جديده ان شاء الله باذن الله. اذا هذا الصباط ديال الترسان راه كيدير 10 دراهم حتى 15 درهم كل منطقه فين كيتباع، ويكون الماتريكول ديالو، اذا ها الكود ديالو سيري جوج جوج 51742، ها هو جوج جوج خص يكون على هاد الشكل هذا 51742 جوج نقطة جوج، وغادي تعملي له نفس لوبيراسيون وسنان يكونوا بالطريقة اللي قلت ليك. وهذا البنات غادي نرجع لهذا الموضوع هذا، واخا طولت الفيديو سمحوا لي، غادي نرجع لهنايا، إلا حليتي هنايا غادي تلقاي واحد الجوان، هاد الجوان هذا هاو شتو هاد الجوان هذا البنات، غتديري الكولا الا كان كيطيح ليك غتلقاه اوتوماتيكمون لاصق ليك هنايا،
ديري كولا وسقيه في الباب. هاد الكولا انا يعني راه داير له الكولا، هانتوما شوفوا ديروا كولا ماشي كولا سبيسيال وشي حاجه، لاقاش غتبغي تبدليه واحد النهار الا كانت كتبيرجي ليك الزيت من هنا كتخرج ليك الزيت من هنا. اذا اهدر من انظر، وهذا قلت لكم راه كيتحل باش كنهبطوا هذا ونعوجوا الصباط ديالنا ونقادوه، وفي نفس الحين كنحلوا غير هاد الكوجونه هادي اللي كتحيد من هنايا على هاد الشكل هذا، وكتمشي لنا اوتوماتيكمون، ولكن كيكون الصباط هابط لتحت لهاد الفيس اللي كنحلوا كنردوه فين ما بغينا، كنعوجوا هنا ونعوجوا هنا بلا ما نبقاو نضربوه بالمقص لا يمشي تفور لنا هاد الفيس هذا، وما غاديش تلقاوه لانه راه فيس باركر ما فيش البلاط ولا شي حاجه ديالو، انتم كتشوفوا. اذا نتمنى نكون وصلت الرساله ديالي ليكم ان شاء الله باذن الله، وتنجحوا في لوبيراسيون ديالكم باش دوزوا الترسان، لان الترسان كتلقاو فيه حقيقه مشاكل، ومجموعه ديال الاخوات حطوا لي دي كيستيون عليه على هذا الشكل هذا. اذا كما قلت لكم الترسان كيتخدم بهذه الطريقه هذه يعني، ومازال فيه بزاف ديال الحوايج. شنو كتقولي يا امينه ملي كنتي وسيده كتعلمي، وكي كيجيك الترسان؟ صراحه كيجي صعيب استاذ في الاول، والاكثر الا كنتي ما عارفش الريكلاج ديال الماكينه باش تريكلها، لان الماكينه ماشي اي ماكينه كتخيطو لك نيشان، دونك كتبقى تخيط شويه واحد البلاصه مزيانه كتصوح واحد البلاصه كتزقلي، يعني كضرب في الجنب ما كتشدش من دائما بوان سوتي كتهرب لي كضرب كتزقل بحال كتزقلات هنا قبيلات ياك زيد، ولا كتكمش بحال التكماش ولا ياك استاذ. يعني دابا الصراحه استفدت معك في هذا الوقت هذه، لان عرفت كيفاش نريقل الماكينه ديالي بوحدي بلا ما نحتاج نجيب شي حد لا شي معلم ولا شي حاجه، لا بد لان كانوا كيوقعوا لي انا شي مشاكل ما كنلقى حتى شي واحد، كندعي والسي احمد الله يجازيكم بالخير بالشفاء العاجل يا ربي امين، صديق ديالنا والامين ديالنا والاخ ديالنا الله يشافيه ويعافيه يا ربي امين. تنشكر الحضور ديال امينه تمازيغت، وكنشكركم اللي كملتوا معنا الفيديو، ما بقى لنا الا نودعكم والى السلام عليكم حتى لاقرب وقت ان شاء الله. وغادي تشوفوا اخت امينه دابا راه عندنا الخدمه في العيد وداكشي، ولكن نور العيد ان شاء الله غادي يكونوا حصص وبرامج ان شاء الله، ما غاديش نفرطوا فيكم، ما غاديش نبخلوا عليكم بمعلومات ان شاء الله باذن الله. اذا قبل بلاتي نعطيهم الفكره ديال الصبابط يلا. اذا هاد جوج صبابط هادو كنت كنهضر انا وامينه قبل ما نبداو الحلقه، قالت لي شنو الفرق، قلت ليها هذا سوبل يعني كنخدم به سانتيتيك وشي حوايج في شكل، ولكن هذا بالنسبه لنا السكايبي وشي حوايج مهمين، هذا راه يخدم لك الترسان والكابلي وكل شيء، هذا راه رائع رائع، يمكن لك تسخنيه وتعملي له هكذا طب طب طب. نسيت واحد القضيه الله يجازيكم بخير سمحوا لي، البنات اللي غادي يخدموا بالترسان وهما الجداد فكرت دابا الله يجازيكم بخير، دقيقه هنايا غادي تديري اما كرتونه ولا شي حاجه باش يوقف لك، ولا ابره وتهرسيها، ابره وتهرسيها، ديري لي شي كرتون هنا باش ما يبقاش يدير هكذا. غادي نشد كرتون على هذا الشكل، نسيت فكرت ونديرو هنا ونقدر ندير الكولا هاهو شتا باش ما يبقاش يدير ليا الرسول، لانه هو مصارعين الجابون والشينوا لشي حوايج اخرين، ولكن حنا طورناه باش نخدمو به الترسان رائع رائع رائع. اذا وكنشد هكذا وندير شويه القلق باش ما يتحرك ليش على هذا الشكل، يبقى ليا هكذا كيخدم رائع، نصيحه مني لكم، او ديو سوديو عند سودور ولا شي حاجه، ولكن با لابان ديري غير الكارطون وشويه القلق وغادي يبقى ليك هكذا وغادي يخدم ليك رائع. الفرق ما بين هادو وهادو غادي تكتشفوهم ان شاء الله في واحد الحلقه قادمه ان شاء الله باذن الله، الفرق ما بين هذا وهذا مازال غادي نناقش لكم الفرق، ولكن هما باش كنخدم انايا مزاد ديالهم رائع رائع. البنات اللي عندهم مشكله في مبرة او قطيفه ولا سميتو ما كيبغيش يمشي استعملي هذا وشوفي كي غادي يعطيك في الترسان والكابلي رائع رائع رائع. اذا نتمنى ونكونوا اليوم توفقنا في هذا الموضوع هذا ان شاء الله، ولكم مجموعه ديال المواضيع القادمه ان شاء الله باذن الله. اذا ما بقى لنا الا نودعكم والى اللقاء الاقرب وقت ان شاء الله في مباشر ان شاء الله ان شاء الله.